السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الحلقة الرابعة من مسلسل يو تيرن. تبدأ الحلقة على يارا وجوزها قاعدين بيتكلموا مع أخته، بيقول لها احنا جايبة تقديته، ودلوقتي جالها تليفون قالت لهم خدوا هدنا شوية. مامتها اتصلت الحقي باباكي وقع من طوله في الريسبشن ونقلناه المستشفى. جابت هي يارا وجوزها ومامتها وصاحبتها وراحوا كلهم، وحسن ابن خالتها او اخوها قاعدين مع بعض. وبعد كده يارا قاعده تحط كريمات في ايدها وكده، وقبل ما تنام ولبست قلعت ولبست البيجامه، وجوزها بتقول له انا بحبك انت يا حبيبي، انا ما بحبش حد غيرك، وخالد ده كان قدامي وعمري ما فكرت فيه، وكل حاجه انا عملتها علشانك. وحتى قال لها عملت ايه، هي طبعا بفكرت في خافت من عشان الحادثة، قالت له سبت شغلي واللي انا بحبه وكل حاجة وكل دنيتي، وعملت عشان خاطرك انت ولبيت لك اوامرك. قال لها عشان تبقى عارفة اوعى تكوني مخبية عني حاجة مش هسامحك في يوم من الايام يا يارا. قالت له ايه ليه يعني كده، قال لها عشان تبقى عارفة ومهما تقولي ومهما تعملي. قالت له لا طبعا يا حبيبي مش مخبية حاجة. ودلوقتي حسن ابن خالتها دخل ومعاه بوكي ورد، وديك يا خالته عاملة ايه، خالته عمو عامل ايه، الورد ليكي والشوكولاتة الانكل. قالت له لا انا هاخد انا الشوكولاتة والورد الانكل. دخل عليه قال له ازيك يا انكل عامل ايه، خالته وطنطا اخدت مني الشوكولاتة واديتك انت الورد. قال لها ايه يا اختي الجيل ده، وقعد قال له شكرا يا حبيبي ربنا يخليك ما تحرمش منك، وليه تعبت نفسك وكلفت نفسك. بعد كده جاء دلوقتي يارا مكتبة على جوجل اما تدور على الحادثة، وقالها بيجيلها كل يوم، راح الرجالها كلميني مستنيكي مستني مكالمتك ضروري على الرقم ده اللي هو 12. وفعلا راحت اتصلت بيه وقال لها انا معايا وعايزه اشوفك، الاوراق مهمه ليكي وصور من حادثه. قالت له حادثه انا مش عارفه تتكلم على ايه. قال لها المسكينه وحقها الغلبانه اللي انت رمتوها وجريتوا، انا معايا ليا صور مصورها لكم فيديو طبعا، ممكن لو ما جيتيش هطلع بيه على النيابه طبعا. قالت له انا مش عارفه تتكلم على ايه. قال لها ما تستعبطيش انت عارفه بتكلم على ايه، وحق المسكينه ده هاخده يعني هاخده، وعلى فكره مش هينفع الكلام في التليفون ولازم اقابلك ضروري 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 يا ست هنا. راحت بعد كده فعلا يارا فضلت ترن على حسن وهي تعبانه ومتخضت من مكالمه التليفون. حسن مش راضي يرد عليها، قعد مع باباها الدكتور وقعد مع اخوها وقعد مع مامتها. فالمهم مال يرن باباها شك فيها الدكتور، راح بعد كده بمال يبص على خالد، راح قال له ما ترد بقى يا ابني، راح رد قال له معلش ده مراتي مش بعيد وكلمها، باباها شافت ان هي تكون هي. راحت قالت له حسن في واحد كلمني وهددني ومعاه الصور بتاع الحادثه، تعالى ضروري ضروري انا عايزاك يا خالد. قال لها حاضر يا يارا وهستنيك. المهم راح استاذن من باباها، ودلوقتي فعلا يارا جابت الشنطه ونزلت وجايه تنزل، راحت لقت بابا ابو جوزها ومراته وقال لها يارا سياده القبطان العظيم الكبيره الجميله المحترمه اللي متجوزه ابني اللي قصاره فيه. قالت له ليه ما تقولش كده يا انكل، قال لها لا انا اقول واحده سياده القبطان تعمل كل ده عشان ابني وهو منين مش فارق معاه. قالت له ليه كده الاحراج يا عم، قالت لها ازاي سبت شغل كنت بتطير كده وكل حاجه وتلف العالم كله. قالت لها عشان بحبه. ودلوقتي قالت له قال للدادا قال لها انا شلت العربيه الرمادي اللي هي عايزه تشيلها، وقالت مش هستخدمها تاني. وصاحبتها راحت لجوزها بتكلمه بتقول له على فكره انا عندي معلومات اكلمك عليها وما اقدرش اخون يارا، ويارا بتحبك كتير، وبالنسبه لاختك احنا عايزين انا جايه مخصوص ده. قال لها ما صاحبتك وكلميها. قالت له ما انا عارفه وصاحبتي وهكلمها وكل حاجه، بس طب مش هات رقم التليفون نتكلم ولا اقول لك لا عشان يارا هتغير وبتغير عليك وبتحبك قوي. قالت له على فكره هي مخلصه لك، حتى واحنا في عيد الميلاد لما جه خالد يكلمها بقت خايفه ومرعوبه، وقالت له بقت متردده عايزه نتكلمه ما تكلموش، هو اللي حاجه وكلمته. على فكره بتحبك وتطمن جدا جدا جدا، لكن اي حاجه هتقولها لها على يارا استحاله اللي انا هقولها لك. وقال لها هذا رقم التليفون، ودلوقتي هما الاثنين قاعدين ولا اقول لك انا عندي رقم فيك هكلمك منه على
الفيس ولا على الانستجرام. المهم بعد كده جت يارا ما تتكلم مع خالد وقالت له انت ايه بتهزر، قالت له قال لها هنفضل تحت رحمته. طيب والصور دي، قالت انت همك الصور نصورها من بعيد ولا من قريب؟ ده معاه فيديو. قال لها اه فيديو، معلش ما ركزتش. قالت له انا بقول لك معاه فيديو خالد، في ايه؟ قال لها ماشي، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.